برجع للسناب شات بعد شوي، لكني انت تقول دلتك عليه المدام. نسيها بالخير الاخت نادين الله الدويغري. يحفظها ويخليها لي. نادين كاتبه، بسال كيف جاء قرار الزواج؟ هل هو زواج تقليدي ولا عن حب؟ ما شاء الله انتم اليوم عندكم ولدين وبنت. اي نعم، يخليهم لك ان شاء الله يحفظك ويخليك. يجاوب على السؤال. تبي فضايح انت؟ تبي نشتغل الحين؟ هو الشفافيه ما هي بفضايح. لا ابشر ابشر. موضوع زواجي موضوع عجيب. تقليدي. بس الله يطول عمرها نظام الوالده هو نظام الام اللي تبي تزوج ولده وتقفل على المواضيع. يا هشام ها يمه متى بتعرس؟ تعرف النظام التمهيدي اول شيء. لا ايه لا ما بي مو بالحين ما افكر طيب وتترك براحتك وكذا. فجأة جت يا هشام. النظام التسويقي، نظام التسويق الامهات. شفنا لك واحده ما شاء الله الجمال. بدا يشدنا الموضوع انا. يا الغبي راح شوف اشوف ببلاش. ما انت بخسران شيء. طبعا استراتيجيه، هذه استراتيجيه الامهات ما شاء الله مدروسه. ما يحتاج. راح شوف جيتك شوفه ببلاش تقول لا. رحت ها ايش رايك؟ خلاص وافقت. وافقت. شفت ام العيال وبالنهايه هو يعني قسمه نصيب يعني. الله رب العالمين كاتب لي زوجتي الله يعطيها العافيه ويخليها لي. واستمرت حقيقه وقت الملك طال. اتفقنا انه يكون 10 اشهر تقريبا. 3 شهور مدناها، 3 شهور مدت الى 10 شهور. بعدين قالوا اهله واهلي استحوا على وجهكم وخلاص خلصونا خلصونا عاد. وبهذه المناسبة كما أدعو لكل الزوجات الصبورات نقول الله يعينها عليك. شوف الله يطول عمره ويخليها. ترى الزوجة الخليجية والعربية طبعا ها ترى حمالة أسية. بس أنتوا أهم شيء ترضونهم. عطوهم جوهم. ارضوهم وريحوهم. قولوا إيه أي شيء إيه. ترى على فكرة هذه بالزواج حتى والله أمي قالت لي، قالت أي شيء يقولون قليه بعدين يحل حلال.